اتحلى دي حلوة يا ماما، كتير حلوة يا عمري. هذا غنمات، هذا غنمات عن يسو. ما شاء الله. اصبحنا واصبح الملك لله. صباحو، يسعد لي صباحكم حبايب قلبي، كيفكم؟ بتمنى تكونوا كلكم بألف خير. انتوا عم تشوفوا فيديو اليوم مثل ما شايفين نازلة على البلد ومعي هالكتكوت الصغيرة، بدي احكي لكم قصتها. يوم من الايام كنا قاعدين هون على البراندا، كانت يومتها مرت عمي كمان عندي، ما شفنا الا في عصفور عم يطلع من باب البيت. طلعنا، معقولة في عصفور من برا فايت لجوا ورجع طلع؟ طلعت دغري انا لفوق لانه العصفور اللي طلع عصفور ملون، لقيته هربان من القفص. كيف هربان ما بعرف، لانه مثل ما شايفين الباب بتاعه دفاش، فكيف العصفور بده يهرب؟ لهلا هيدي العقده ما حدا عم بيلاقي لها تفسير. معقول شي ولد فاتح الباب ومنه عم يحكي، منه عم يقر، ما بعرف. على فكره اليوم الشمس كتير قويه، فهلا نازلين على البلد بدي اجيب لها، هلا ما بعرف، على الاغلب هي الانثى، بدي جيب الذكر لانه كتير غلط انه يضل العصفور لحاله، انه حرام من دون شيء هني بالقفص لسه حيكون لحاله. رح نازله على طرابلس على محل عصافير ونجيب لها كتكوت تاني بيشبهه، اخدي لها مياتها معها واكلاتها معها. ليكو ما احلى لونها، لونها ابيض. فيلا مشوا معي. شو هو الدعاء يلي تاع الطريق؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ليكو انا الدعاء. في كمان دعاء تاني. شو هو؟ الله يسر طريق. امين رب العالمين. ليكو شو عم بعمل انا هون؟ حط السمون بحضني، كيس السمون، وجايبي معي علبة الجبن من البيت. قاعدة عم لف لاولادي، ليه؟ لانه طلعت من البيت على العجلة سرعة سرعة، جايبة معي سكينة عشان افتح قلب السمونة تكون مرتبة. فعم لف لهم سندويشات لاولادي لانه ما لفيت لهم الصبح من بكير، لانه نازلين بدي لحق محل عصافير للامانة. المنطقة اللي ساكنين فيها نحن هون ما لقينا فيه ولا محل عصافير. فقلنا بلكي ان شاء الله نلحقهم هول اللي تحت بالبلد لانه بيسكروا على بكير، لنبلش نلف سندويشات الجبنة. هذا خبز الفينو، خبز الصمون، فكر هذا اكثر نوع خبز انا بحبه. يا سلام بزمتك هيدي، ما في اطيب من سندويش البيت ونحن هيك على الطريق. بسم الله. وصلنا على محل العصافير. ليكو سبحان الله، ليكو هيدا، تعرف هذيكم شو عنده انواع؟ هذا لفت لي نظري كثير، مع انه انا بحب الببغاء الملون، بس سبحان الله ليكو هيدا لونه ابيض بس بتحسوا عليه هيبي. ياكل بزر؟ هولي مراعون ياكلوا بزر، بزر ميال الشمس. هذا له عرف اصفر. ليكو هداك يلي هونيك برات القفص، عبالي قرب لعنده بس خايفة. ليكو هونيك في ملونين، تعال نقرب نشوف. هولي كمان برات القفص. بيهجم قولكم؟ منن رابطينه بشي، واقف لحاله. سبحان الخلاق العظيم، شوفوا اللون، تبارك الرحمن. ليلى قول ليلى، حسيته حكى. ليلى مرحبا. شو ليكو بس بعدت الكاميرا حكى كلمة مرحبا مرحبا. هذا لونه خمري، تعالوا نشوف هلا هذا الملون. مرحبا مرحبا، ليه واقف هيك بالعكس؟ مرحبا مرحبا مرحبا. ما رح تحكي؟ قول مرحبا. سبحان الله، الله العليم قديه سعره هيدا، حرام بده يفتح الباب.
ليكو جبنا له نفس ال نفس الذكر اللي كان كان نفس اللون وينه؟ سبحان الله. ليكو أنا بحب هوليك النوعية من العصافير. اسمهم عاشق معشوق هوليك يا هادي؟ هوليك؟ بس الببغايات اللي برا بجننوا، تعال اسألهم شو سعرهم. قديش هيك من قرب بقول عنه ببغاء. ليكو بدي احكي لكم على شغله، ايام الخطبه قلت له لهيدي جيب لي عاشق معشوق، قال لي بس نتزوج بجيب لك. انا بحب هدول كثير. ولهلا ما جاب لي. شراويش شو اسمه؟ شراويش. ما بعرف انا ما بعرف اسميه. كثير معظم سبحان الخلاق العظيم. ليكو سألت لكم على اسعار الببغايات. ليكو هالصبي ما شاء الله عليك عيشبو. سألت لكم على أسعار الببغايات، قال معي من ال 500 دولار لل 2200 دولار. سألته على هيدا، هيدا أكثر شيء لفت لي نظري، سعره 2200 دولار. هيكو ما لفت نظري إلا أغلى شيء. يلا ما شاء الله نروح. منن مربوطين لا يا هيدي. لا 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 عم بتكسن يا صوتي. ما شاء الله عليك، الأولاد بكيفوا على هيك أشياء. ليكو عم بيت اهلي كان عندهم مثل هذا الببغاء، خيي الكبير الله يوجه له الخير كان يحب هيك يقني ببغايات. ليكو هون في سلحفه، الله العليم قد سعر السلحفه، والله نحن في سلحفه لحالها جاي لعنا. ما بتخاف من اللي عندنا؟ يلي عندنا بريه يا هادي. ليكو ما بتخاف، ما في حمله ذكية. سألوا قد سعر السلحفه؟ نحن عندنا شي تنتين يمكن بجنينتنا، هن لحالهم جايين، ساكنين معنا. انا فيني انزل على البلد وما اجي لعندك؟ اهلا وسهلا فيك يا انا بس حدا يخبرني فيني اجي على البلد وما اشوف هالوش الحلو؟ انا بس شم ريحتك هون حدا بيقول لي كيف كنتك هون يعطيه شو بيقول. مين بده يقول لك؟ ليش انا مين بعرف؟ ما تخافي العصفوره كلهم بيعرفوني اني انا حماتك. وانت شفتي يا مرت عمي عصيره العصفوره؟ شفت العصفور يلي هرب لما كنا قاعدين؟ لا ما لقينا والله، راح وما قعد لفي خاين العشرة. وكيف عاملة مرته؟ جبناها لمرته اليوم. ايه برمنا على كذا محل، اخر شيء رسينا على محل واحد ببيع عصافير. مرت عمي ما عندهم نفس النوعية. برمنا الارض لنلاقي نفس النوعية، لانه ما فيك تجيبي غير نوع مع هذا. لا بسكت معكم يا حرام. مرت عمي بعلمك كانت تنطوط وتزيزق وتوسوس. هلا قسي وحياة الله بتصغر لي قلبي، بفيق الصبح بتطلع بالقفص مع انا حاططها بالطابق الثاني فوق. يا حرام. حدي حد غرفة النوم مرت عمي بتطلع فيها بتلاقيها قاعدة على هاي العصايل بالنص بنص القفص فاقدة وساكتة. فاقدة لفاقدة لشريكة يا زغرت لي قلبي، زغرت لي قلبي والله. قلبك عليا معكي حق. قلت له لهيدي اليوم بدنا ننزل، خلص ما بقى فيني اتحمل شوفها هيك. وما فيك عصفور ما اجى ما اجى راح. لا بكون شي حق. خاين العشرة تركنا وراه. لا ما عجبني. لا بيتك ما عجبني لا اودي ما عرفني دبرتي مرت عمي. هو هل هو هالمريه يا حرام. تركها وراح يا حرام، تركها وراح. اودي انا بضل مخبي بقول بركي مود اجى لعندي على غفله بلاقي له حبه عطيه حياتي. عن جد دايما بيت التيتا هيك. اهلا وسهلا فيكم. تذكرت يا مرت عمي لما كنا نروح لعند ستي؟ اما لامي اكيد، اما لبي ما بعرفها. ايه متوفيه من زمان من قبل ما انا اخلق. الله يرحمه. والله يا مرت عمي لما كنا نروح لعند ستي كانت تفتح لنا الخزانه، شو بدك؟ الجوز، اللوز، الزبيب، البونبون، الملبن، البون، السكر. لمين عم تعدي؟ لمين؟ لمحنا هديك الايام. اي والله شو كنا ننبسط رايحين لعند التيتا، يعني رايحين ناكل اشياء طيبه. صحيح صحيح. الله يرحمهم الله يرحمهم. هذا الزمان الجميل وما في منه اليوم. وين؟ ولت الايام ولت. الله يرحمهم الله يرحمهم. امين رب العالمين. هيدي القشطه. شايفي القشطه كيف عم تجي يا مرت عمي؟ عم تجي القشطه يلي شايفين قشرتها من برا كيف؟ القشطه تبع اللي نحن معودين عليها يا مرت عمي اللي بيجي جدا مخرمش. يسلم تمك. صحيح. هيدي لا هيدي جديده ليلى عنا. سبحان الله سبحان. بيقولوا هيدي اطيب. سبحانه بملكه سبحانه بملكه. هلا مندوق بنحكم علي. بيقولوا على كل نسلم بياتك على الفضل. حبيبه قلبي في إلها فوائد عظيمة يا مرت عمي. بس بتعرفي شو لاحظت؟ شو؟ هيدي بذرتها أقل، فيها بذر أقل يا مرت عمي. إيه بتعرفي ليلى يمكن تكون هديك أطيب. يمكن ها يمكن ها. على فكرة أنا هيديك مجربتها كثير. لا أنا لكي ما فيها حبوب، لكي هي ثلاث حبات بقلبها بس. بس
البزر فيها قليل. ما شفتي ريحتها ليلى قوية؟ ريحتها ايه ريحة الشمام الأناناس. ايه صح، لا لسه غير مميز. بيقولوا بيقولوا إنه هيدي كثير منيحة لكثير يسلمات ديت. جبانتي ما بترد ميت. يعيشوا لي هدي، جبانتي ما بترد ميت. بسم الله. طيبة كثير. عن جد طيبة. قطر. مرت عمي هيدي فيها، لا لا خلص خلص هي اللي بإيدي وبس. والله بإذن والله هي. يسلموا انتوا قبري قلبي صحتين. ها ريتوا الف عافيه ما شاء الله يا ليلى، كانك عم تاكلي لي لي انا طريه. لايكي لايكي شو عجبني هالتشبيه، كانها لي ليك الغنم اطيب شيء وهيدي مثلها. اي والله الف عافيه. عجبني في اطيب منها على الترويقه. خلص الواحد بياكله نص حبه لنص مره. ليكو حبتها كبيره ليكو بالنسبه لايدي، فنص حبه على الترويقه خلص اطيب ترويقه. كتير طيبة سبحان الله اللي خالق هالنوعية من الفواكه. مرت عمي سبحان الله، مع انه نحن ببلادنا مميزين بغير انواع فواكه بالتفاح. عم حبيبتي عم نشوف اشياء جديدة. صح ما هيدي ما هيدي هلا قبل كم سنة لورا ما كان في منها. زري انا هلا وجاي لعندك شو شفت؟ شو؟ شفت هيدي الكوسة يلي كلها شوك. من برا؟ ايه هيدا كوسة فرنجي. هذا كيف بيطبخوا لك يا مرت عمي؟ بيعملوه مثل الخيارية، خرط؟ ايه لا مثل الكوسة بلبن بس خرط. بدنا نجربها شي هون. بنت الكوسه بلبن ابدا. عم قله لهيدي على الطريق، قلت له لك يا هيدي عن جد صايره عم شوف اشياء ما كنت شوفها من قبل. بس بيقشروا لانه في شوك. كثير في شوك. بيقشروا. انا مره دستو شوكت لي ايدي. ايه هذا بيقشروا بيقطعوا مكعبات وبيغلوه مع اللبن وجم منه رز. الله حسستها طيبه. كثير طيبه. الله حسسني قلبي انها طيبه. فمرت عمي عم بيقول لي عقلي شي نهار اذا الله راد نجربها ونشوف نشوف شو طعمتها، على بالي انا الاشياء الغريبه بيجي على بالي اني ذوقها. الله حبيبتي هذا كله رب العالمين الله انعم علينا فيه، لما بندوق طالما في قدام عينينا هلا بتحس نحن حالنا. احذري شو لانه بكل بلد في له الخضره تاعه والفواكه تاعه. بعدنا عم نقول انه المانجا المصريه كثير شفناها السنه ببلادنا ما شاء الله، والقشطه هي نحن بنسميها القشطه ما شاء هي كثير شفناها ببلادنا. مليانه مليانه هلا السوق مليان. الافوكادو من الاول فيه. عم حبيبي انه عم هون يعني ايه بس هول الاشياء والكوسه المشوكه هي السنه عم شوفها بطريقه كثير بكثره بكثره. يلا ان شاء الله لك انا شي نهار ترقبوا قريبا جدا بدنا نجرب الكوسه بشوك. ماشي انا ما بعرف شو اسمها بسميها كوسه بعمل بشوك. لك الكوسه بقلبه شوك وبعمل للمشاهدين كوسه بلا شوك. تخيل ما انت عم تقولي بدك تجربي كوسه بشوك. الكوسه بشوك عمري لعلك بشوك ولا غيري بلا شوك حياتي. هاي اسمها اليابانيه هاي، وهيديك بيسموها الصينية. حط حمص كمان. ايه هذا الحمص. بعدهم سخنين طالعين هلا من الفرن. الفرن اي فرن طالعين من الهيدي المحمصة. ليكو هلا فرجيكم جوا هني. قال انا قلت فرن شو خص الفرن. ليكو هون هني بحمصوا كل شيء بايدهم ما شاء الله، حتى القهوة. هذا البن القهوة بيطحنوها فريش. لفتت لي نظري هيك عنا مثل الحلو التركي شي جديد. مسبتينا بال بعود شو اسمه الاسنان. هيك وحده تيجي صحن ليكو داير من دوره شوكولا. يمي يمي.